بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنبدأ النهاردة في آخر سيشن خلاص إن شاء الله، أكيد يعني ده هيبقى آخر سيشن في مادة الميكرويف. هنتكلم في السيشن بتاع النهاردة عن السيركل ريف جايد. هنشرح الأول السيركل ريف جايد، هنعرف يعني إيه سيركل ريف جايد وندي كذا معلومة عنه، هنستخدمها إن شاء الله في الشيت، وهنحل المسائل بتاعة الشيت التاسع بإذن الله. طيب السيركل ويف جايد هو عبارة عن ويف جايد شكل سلندريكال، الكروس سيكشن اريا بتاعته تبقى على شكل سيركل، وبالتالي هو سمي سيركل ويف جايد. السيركل ويف جايد طبعا زيه زي الريكتانجلر، هي سبورت تو مودز بس، اللي هم التي اي والتي ام مودز، مش بي سبورت التي اي ام، نوت تي اي ام. ليه؟ لان احنا قلنا ان التي اي ام ده بيبقى موجود في الانواع اللي فيها تو بارل بليتس او تو كوندكتورز يعني مع بعض، بارل مع بعض، تمام. قلنا ليه؟ لان ده حاجه تبع الباوندري كونديشنز. طيب في السيركلر اوف جايد هو جه من المعادله اللي هي بتقول لك نبل سكوير زائد الكي سكوير في الاي بتساوي زيرو فور سيركلر ويف جايد. يعني انت دلوقتي سلندريكال كوردينيتس، سلندريكال كوردينيتس يعني الاخت دي لو احنا طبعا بنتكلم على الاي زد هتبقى بتساوي من السلندريكال كوردينيتس في الرو في الفاي وفي الاي وفي الزد، تبقى بتساوي واحد على رو بارشال باي بارشال رو، رو في الدي الاي زد باي بارشال رو بارشال رو، زائد واحد على رو سكوير بارشال سكوير اي زد باي بارشال فاي سكوير، زائد بارشال سكوير اي زد باي بارشال زد سكوير، تمام. تمام، هنعوض مكان النابلة سكوير دي في القانون بتاعها، وهنساوي الكلام ده بالزيرو. لما عمل كده استنتج منها ايه؟ استنتج منها القوانين اللي موجودة في الفورمولا شيت. قوانين دي بقى لمين؟ قوانين دي للاي رو وللاي فاي وللاي زد ولل H رو ولل H فاي ولل H زد. طبعا البروبوجيشن دايركشن بتاعنا في اتجاه الزد، فهنبقى بنتعامل برضو في التي اي مود وفي التي ام مود زي ما احنا بنتعامل مع الترانسفيرس بقى، ترانسفيرس الكت ترانسفيرس الكتريك وترانسفيرس ماجنتيك، هنشوف مين فيهم اللي بزيرو، الاي ولا الاتش. وده كده اللي احنا هنستخدمه في الحل، اللي هو القوانين اللي موجودة في الفورمولا شيت اللي هي الحاجات دي كلها. طيب طبعا احنا عارفين ان الكي بيساوي اوميجا جذر ميو في الابسلون، ده كده الويف نمبر. الكي سي بيساوي اوميجا سي جذر ميو في الابسلون، ده اللي هو الايه؟ الكات اوف ويف نمبر. طيب الكي سي، الكي سي بيساوي بي حاجة اسمها بي ان ام، دي اول ملاحظه كده نلاحظها، يعني اول حاجه جديده علينا الان ام مش ام ان، ام ان ده في الريكتانجلر ويف جايد، تمام. ان ام في السيركلر ويف جايد الترتيب بتاعهم بيبقى ان ام، تمام. البي ده حاجه خاصه يعني الكونستانت خاص بكل ايه، بكل مود، تمام. يعني مثلا تي اي 1 0، تمام. مبدئيا التي اي بيبقى بي ان ام داش، فالكي سي هيبقى بي ان ام داش على ايه؟ الاي ده اللي هو مين؟ اللي هو نص قطر الدايره، نص قطر السيركل الكروس سكشن اريا، تمام. تمام، طيب مش فاهم برضو يعني ايه بي ان ام داش ديت. البي ان ام داش دي خاصه بالتي اي مود،
التي اي مودز بقى هو عبارة عن تيبل. التيبل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي موجود في الفورمولا شيت. نفتح السيركولار ويف جايد، موجود في الفورمولا شيت اهوت. ده كده الفاليو بتاعت البي ان ام داش داش. طبعا ليه؟ لان احنا بنتعامل مع التي اي مود، تمام. طالما شفت داش يبقى انت تي اي، انما بي ان ام بس يبقى انت تي ام، تمام. تمام. الجدول ده بقى فيه القيم بتاعت البي، القيم بتاعت البي للان ب 0 و1 و2 و3 و4 و5 والام ب 1 و2 وهكذا، تمام. نفس الكلام برضو الفاليوز دي الان ام لما الان بكذا وكذا وكذا والام بكذا وكذا وكذا بس في التي ام مودز، تمام. فاذا الكي سي بقى، الكي سي هتبقى بتساوي البي ان ام داش على الاي في حاله التي اي، وبتساوي البي ان ام على الاي في حاله التي ام مودز. البي دي بنستخرجها منين؟ البي دي بنطلعها من الجدول، والاي دي بنجيبها منين؟ والاي دي بنجيبها من اللي هو معطى بقى في السؤال، او هنشوف احنا هنجيبها ازاي على حسب السؤال نفسه عامل ازاي. طيب سؤال تاني، الاف سي كده بتتناسب طردي ولا عكسي مع البي؟ تناسب طردي مع البي ان ام، سواء بي ان ام بقى او بي ان ام داش، تمام. اذا احنا لما كنا بنيجي نقول دومينت مود كان الاف سي بتاعها اقل ما يمكن، اقل اف سي. فاذا الدومينت مود في السيركلر هيبقى البي ان ام اقل ما يمكن. يبقى انا لو جيت هنا على الجدول، لو جينا هنا على الجدول وبصينا هنلاقي ان البي ان ام داش اقل قيمه في الجدولين دول مع بعض هي واحد علامه 8 4 1، دي الان بواحد والام بواحد. يبقى لما الان تبقى بواحد والام تبقى بواحد اللي هو بي واحد واحد اللي هو اف كات اوف واحد واحد في التي اي مود، تي اي واحد واحد يعني، يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده اقل حاجه في السلندريكال ويف جايد اللي هو الدومينت يعني كات اوف فريكوانسي. طيب ده كده العلاقه ما بين التي اي البي ان ام قصدي والدومينت مود. في حاجه كمان بيقول لك ان انا علشان اجيب البي ان ام زي ما قلنا الطريقه اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي هو من التيبل، او ان هو يديك القيمه بتاعتها مباشره يعني تبقى جيفن، او ان انت تجيبها من بيس الفانكشن بيسل فانكشن. طيب هو عشان ابقى مفهمكم يعني الموضوع من البدايه، هو غالبا احنا هنتعامل مع التيبل بس نسبه 99.9% احنا بنتعامل مع التيبل، تمام. ولكن طبعا لو جيفن خلاص يعني انت مش محتاج اصلا تبص في التيبل، ولكن لو حاله ان هو خلاص بقى يعني حب يتفزلك ويجيب بيسل فانكشن، تمام. لو في سؤال مثلا في المرجع كده الراجل متفزلك فيه وحب يحط وحب يقول لك مثلا هات لي من الجراف بتاع بيسل، وده يعني احنا مش هنقابله في الشيت خالص، فانا هقول لكم الجراف بتاع بيسل بنطلع منه ازاي بس مش اكتر، بنطلع منه قيمه البي ان ام ازاي. ده كده الجي الجي ان اوف اكس مع الاكس، تمام. تمام بيبقى شكله عامل كده. ده مثلا اول جراف وده تاني واحد، خلينا نرسمها زي ما هي مرسومه. ده اول واحد وده تاني واحد. وثالث واحد اهو. طيب ايه بقى الكلام ده؟
كل رسمة من دول دلالتها ايه؟ اول واحد ده هو الجي زيرو اوف اكس، وبما اننا قلنا جي زيرو يبقى احنا عندنا كده الان بزيرو، الان بزيرو تمام؟ خلاص يبقى الان بزيرو. الام بكام بقى؟ الام ده هو النقط اللي هو هيقابل فيها، النقط اللي هو هيقابل فيها المحور بتاع اكس ده، فاحنا لو مشينا مع الخط ده كده هنلاقيه بيقابلها هنا كده، وهنلاقيه بيقابلها مرة كمان هنا كده، وهكذا بقى. فهنا كده الام بكام؟ الام بواحد، وهنا كده الام باتنين. عشان كده لو جينا بصينا في التيبل هنلاقي مفيش حاجة اسمها ام بزيرو، يعني لو جينا هنا كده بصينا في التيبل مش هنلاقي ام بزيرو. طبعا ممكن حد يكون لاحظها واحنا بنبص على التيبل من شوية، فليه الام مش بزيرو؟ لان مفيش، هو اول مرة هيقابل فيها مع اول روت، اول روت الام بواحد تمام. يبقى الام بواحد ده روت واحد، القيمة اللي هتخلي الفانكشن بزيرو، الروت هو القيمة اللي بتخلي الفانكشن بزيرو. طيب القيمة الأولانية اللي هتخلي الفانكشن بزيرو ده الروت الأول، القيمة التانية اللي هتخلي الفانكشن بزيرو الروت التاني، وهكذا. فإذا ده كده الروت الأول لإن بزيرو، وده كده الروت التاني لإن بزيرو. طب تاني جراف، تاني جراف ده اسمه جي واحد أوف إكس مع أول تقاطع اللي هو ده كده، يبقى ده كده الإم بواحد والإن بإيه؟ والإن بواحد، مع تاني تقاطع اللي هو ده كده، ده كده الام باتنين والان بواحد، وهكذا بقى مع بقية الجرافز. فهو لما يجي يقول لك طلع لي البي ان ام هتعمل ايه؟ هتروح الاول تشوف مثلا لو هو قال لك كاكزامبل يعني طلع لي البي زيرو واحد هتعمل ايه؟ هتروح تشوف الان بزيرو، الان بزيرو اهي هو ده الجراف ده، خلاص احنا مسكنا الجراف بتاع الان بزيرو، هنمشي معاه لحد ما نشوف اول تقاطع اول روت. يبقى احنا كده جبنا الام بزيرو والان بزيرو والام بواحد، القيمه بتاعت اكس هنا كده هي دي البي، البي ان ام ده كده لو بنجيب قيمه البي ان ام من الجراف بتاع بيس الفانكشن، لكن ده طبعا مش هنستخدمه غالبا يعني بنسبه 99.9 زي ما بقول لكم كده، الكلام ده انت بتجيبه من التيبل تمام. طيب تمام جدا. يبقى لما نيجي نقول بي ان ام ده بيمثل ايه؟ ده بيمثل الروت رقم ام للجي ان اوف اكس. لو قلت لك بي ان ام داش ده بيمثل الروت رقم ام ل جي ان داش اوف اكس، طبعا الداش يبقى انا بتعامل مع، لو جينا هنا قلنا الداش يبقى انا بتعامل مع تي اي مود، ولو عادي يبقى انا بتعامل مع التي ام مود. وطبعا السيركل اوف جايد ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش تي اي ام. طيب جميل جدا. بعد كده هنقول البيتا، طبعا البيتا بيساوي جذر كي سكوير ماينس كي سي سكوير. طيب حاجة تانية بس كده، ده كده كل اللي احنا محتاجين نعرفه. طبعا البيتا اصلا القانون بتاعها معروف مش لازم نكتبه يعني، ده كده كل اللي احنا محتاجين نعرفه عن السيركولار ويف جايد، والافكار بقى اللي احنا هنشوفها واحنا بنحل المسائل، هنشوف احنا بنحل ازاي. طيب هنحل ازاي؟ زي ما احنا متعودين من الفورم. فتعالوا كده بقى ايه، نفتح حل الشيت التاسع ونشوف الكلام ده ماشي ازاي. ده كده الشيت رقم 9. اول حاجة بيقول لك what is the dominant modes of cylindrical waveguide. الدومينت مود ده اللي هو احنا قلنا ايه؟ قلنا من شويه ان الدومينت مود ده بيبقى اللويست اف كات اوف. اللويست اف كات اوف يعني ايه؟ يعني اللويست بي، سواء بي ان ام، سواء بقى بي او بي داش، اي حاجه من الاثنين دول.
طب يبقى اللوست بي ده اللي هو ان واحد فيهم، هتيجي حضرتك تفتح الجدولين وتبص على اقل قيمة موجودة في الجدولين دول. فين اقل قيمة؟ 1.841، يبقى هي دي اقل حاجة. في التي اي ولا في التي ام؟ ده داش، اه داش، يبقى في التي اي. طالما داش يبقى تي اي على طول، تمام؟ هو اصلا مكتوب لك بي ان ام داش فور تي اي مودز، خلاص هو تي اي. طب التي اي الان بكام والام بكام؟ الان بواحد والام بواحد، فيبقى الاف كات اوف 1 1 بتاع التي اي 1 1. فهنيجي كده هنلاقي ان هو هيبقى اللوست بتاعنا هو في التي اي والام بواحد والان بواحد، لان البي ان ام داش بواحد علامة 8.41 ده اللي هو الاقل قيمة يعني. وطبعا احنا عارفين ان الاف سي بيتناسب طردي مع البي ان ام، فاذا الاف سي اقل قيمه، بما ان الاف سي اقل قيمه ده الدوميننت مود. طيب هو بيقول لك بقى الفيرست فايف، فيرست فايف هتروح تبص بقى على الجدول وتطلع لي اقل خمسه كده وتقول لي هم دول اقل خمسه بس، زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب موضوع بسيط. بعد كده بيقول لك find the ratio between the cylindrical waveguide and the rectangular waveguide cross section area. طيب السؤال ده سؤال مهم، سؤال جميل. هو دلوقتي عايز يجيب علاقة ما بين ال rectangular waveguide وال circular waveguide ك cross section area، تمام؟ يعني عايز يجيب المساحه الاريا بتاعت الريكتانجلر على او الاريا بتاعت السيركلر على الاريا بتاعت الريكتانجلر، تمام؟ عايز اجيب علاقه بينهم، عايز اجيب نسبه بينهم، تمام؟ طيب نسبه بينهم ايه؟ فور ذا سيم دومينت مود كات اوف فريكوانسي. طيب جميل جدا، تعالوا بقى ايه نحل المساله دي على البورد عشان نفهمها كده واحده واحده. كده المسألة رقم 2 في الشيت. مبدئيا هو بيقول لك for the same dominant mode cut off frequency. طبعا احنا هنقول له ان الدومينت مود في الريكتانجلر ويف جايد هو تي اي 1 0، في السيركلر ويف جايد اللي احنا لسه جايبينه من شوية التي اي 1 1، تمام؟ جميل جدا. فاذا فور ريكتانجلر ويف جايد الدومينت بتاعنا 1 0، الاف كات اوف 1 0 بتساوي كام؟ بتساوي المفروض ان هي 1 على جذر، يعني القانون اصلا اللي موجود في الفورمولا شيت 1 على 2 باي جذر ميو في الابسلون، فهو شال الباي دي مع الباي اللي موجوده اللي خرجها من الجذر، تمام؟ وقال ان 1 على جذر ميو في الابسلون دي بسي، ده سي بتساوي 1 على جذر ميو نود في الابسلون نود، فهنعتبرها سي على الاثنين وخلاص. سي على الاثنين في جذر كان موجود هنا جوه ام باي على اي سكوير، الباي دي طاعت مع الباي اللي بره اللي تحت زائد ان على اي سكوير. طبعا الان بكام؟ احنا هنا بنتعامل مع ريكتانجلر ويف جايد، فالترتيب بتاعنا ام ان مش ان ام، تمام؟ الان بزيرو فده كده راح، اصبح عندنا سي على 2 ايه. جميل جدا. انت عايز تجيب الاي، تمام؟ اللي هي الاي اللي تحت ديت، ولكن بدلاله الاريا اللي هي اي كابيتال. طب الاريا دي بتساوي كام؟ الاريا دي اللي هي الاي في البي. طب يبقى انا كمان محتاج اجيب البي، ومحتاج اضرب الاثنين في بعض علشان اجيب الاي بتاعه الريكتانجلر. في الشيت، في حلول الشيت قال لك اسيوم ان الاي بتساوي 2 بي، وبعدها جاب الاريا نفسها بتاعة الريكتانجلر ويف جايد بتساوي ال A في ال B بتساوي A سكوير على الاثنين. طبعا هو شال ال B وحط كام؟ حط A على الاثنين، فأصبحت بتساوي A سكوير على الاثنين.
وخد الايه هنا وعوض بيها، وعوض بيها فين؟ عوض بيها هنا كده عشان يجيب علاقة ما بين الاف كات اوف 1 0 ان هي تبقى بتساوي سي على 2 في جذر 2 في الاريا بتاعت الريكتانجل. هو عايز يوصل لدي، عايز يوصل لعلاقة ما بين الاف كات اوف بتاعت الدوميننت والاريا بتاعت الريكتانجل. عشان يروح للسلندريكال يجيب برضو الاف كات اوف بتاعت الدوميننت علاقة بينها وما بين الاريا بتاعت الايه؟ بتاعت السلندريكال، تمام؟ او السيركل يعني اللي هي باي اي سكوير، تمام؟ فاذا هو عايز يجيب الاثنين دول علاقه بالاف كات اوف هنا والاف كات اوف هنا ويساويهم ببعض. ليه؟ لان هو قال لك في المساله فور ذا سيم كات اوف فريكوانسي فور دومينانت مود، فهو هيساوي الاثنين ببعض ويطلع نسبه ما بين الاريا هنا والاريا هنا. طيب سؤال بقى، هو ليه قال هنا ان الاي بيساوي 2 بي؟ يعني هل هو assumption كده وخلاص ولا ليها اصل؟ ليها اصل. ليها اصل ازاي؟ تعالوا نقول التفسير بتاعها هنا بالازرق وبعدها نكمل المساله عادي. هو قال لك ان النكست مود بعد التي اي، بعد التي اي 1 0 اللي بعده على طول اما ان هو بيبقى تي اي 2 0 او تي اي 0 1. انا مش عارف بصراحه هو ان واحد في الاثنين، فانا هعمل ايه؟ هجيب الاف كات اوف بتاعت كل واحد. الاف كات اوف 2 0 بتساوي كام؟ بتساوي سي على ايه؟ والاف كات اوف 0 1 بتساوي ايه؟ بتساوي سي على 2 بي من القوانين بتاعتها، تمام؟ فهو قال لك ايه؟ قال لك انا هساوي الاثنين ببعض، ساوي الاثنين ببعض يبقى سي على الايه بيساوي سي على 2 بي، يبقى الاي بيساوي 2 بي. ده السبب اللي هو فرض عشانه ان الاي بيساوي 2 بي. طيب فرض ان الاي بيساوي 2 بي ليه؟ علشان يجيب الاريا بدلاله الاي ويطلع يعوض بيها في الدومينت ايه؟ في الدومينت كات اوف فريكوانسي، فيجيب علاقه ما بين الدومينت كات اوف فريكوانسي والاريا بتاعت الريكتانجل اللي هي دي كده وهنسميها واحد. بعد كده عايزين نروح نجيب علاقة تانية ما بين الكات اوف فريكوانسي بتاع الدومينت مود في السلندريكال وما بين الاريا بتاعت السيركل. فهنقول فور سيركولار ويف جايد بقى الاف سي 1 1، اشمعنى 1 1؟ لان ده الدومينت مود في السلندريكال، بيساوي بي ان ام داش على 2 باي اي في جذر ميو في الابسلون، ده واحد على جذر ميو في الابسلون ده اللي هو السي يعني، فاكنه بي 1 1 داش في سي على 2 باي اي. طيب هنيجي نقول ان الاف سي 1 1 بيساوي، طبعا احنا عايزين نشيل الاي دي ونحط مكانها ايه؟ نحطها بدلاله الاريا بتاعت السلندريك. فبكل بساطه دي بقى احنا مش محتاجين نروح بقى نفرض اسامبشن او نروح نجيبها من حته تانية، احنا عارفين ان الاريا بتاعت السلندريكال بيساوي باي اي سكوير، يبقى الاي بيساوي جذر اي بتاع السلندريكال على الباي. هنيجي هنا نعوض، هيبقى البي 1 1 داش بواحد علامة 8 4 1 في السي على 2 باي في جذر الاي بتاع السلندريكال، الايه بتاع السلندريكال على البار، وهنسمي العلاقه دي الثانيه. يبقى انا هنا في واحد جبت علاقه ما بين الاف كات اوف بتاعه الدومينت مود في الريكتانجلر وما بين الاريا بتاعه الريكتانجلر، وبعد كده في الثانيه جبت علاقه ما بين الاف كات اوف بتاعه الدومينت مود في السلندريكال وما بين الاريا بتاعه السلندريكال. هو قال لك فور ذا سيم اف كات اوف فور دومينت مود، الاثنين دول زي بعض، هنساوي واحد باتنين، كل واحد بيساوي اتنين، هتساوي الاثنين ببعض يبقى عندك في المعادله دي مجهولين اللي هما الاريا بتاعت السلندريكال على الاريا بتاعت الريكتانجلر. هتجيب النسبه ما بين الاريا بتاعت السلندريكال على الاريا بتاعت الريكتانجلر هتطلع لك باتنين علامه 1 5 8، وهو ده اللي هو عايز يوصل، تمام؟
تعالوا كده نبص على الحل. زي ما احنا شايفين قدامنا، هو هنا راح جاب الدومينت مود بتاع الريكتانجلر اللي هو الاف سي 1 0، جاب العلاقه بتاعته لقاها بتطلع في الاي، فهو عايز يجيب الاي دي بدلاله الاريا. طب الاريا ايه في البي؟ البي ده مجهول برضو زيه زي الاي، فانا محتاج اجيب البي بدلاله الاي. جبت البي بدلاله الاي، جبت الاريا بدلاله الاي بس من غير البي. بعد ما جبت الاريا بدلاله الاي بس اللي هو الاي سكوير على الاثنين، اشيل الاي واحط مكانها بدلاله الاريا بتاعت الريكتانجلر، فيصبح عندي علاقه ما بين الاف والاريا. اروح في السيركولر برضو اجيب علاقه ما بين الاف والاريا، واسوي الاثنين ببعض اجيب الاريا على الاريا. جميل جدا. بعد كده المساله الثالثه تعويض مباشر ما فيهاش اي حاجه. المساله الرابعه نفس الشيء، تعويض مباشر برضو. طبعا هو مديك هنا الدايمتر، نخلي بالنا بقى هو مدينا هنا ايه الفاظ شويه، هو بيقول لك دايمتر، فانت الدايمتر ده بيساوي 2 a، خلي بالنا. فاللي انا هستخدمه في القوانين بتاعتي هو الاي اللي هو نص القطر. هو مديني الدايمتر بكام؟ ب 1 علامه 1، لا الدايمتر مديهولنا ب 2 علامه 2 8 5. لا ده هو في المساله دي هو محتاجك تطلع الدايمتر، يعني هو بيسالك تطلع له الدايمتر، تمام؟ فهو عايز الدايمتر، الدايمتر ده اللي هو 2 في الاي، فانا محتاج اطلع الاي. طب هطلع الاي ده منين؟ اطلعها من كاتو فريكوانسي، وما في ما فيش مكان تاني بطلع منه الاي غير كاتو فريكوانسي، سواء الاي او الاي والبي في الريكتانجل. طبعا الاي هنا هو نص القطر، فهنجيب الاي من الاف سي 1 1 اللي هو الدومينت مود، تمام؟ هو مدينا هنا الاف سي 1 1 ب 1.3 من 10 من الاف، تمام؟ لا هو مش مدينا ان الاف سي ب 1.3 من 10 من الاف. تعالى بقى نبص على اللفظ بتاع السؤال. اللفظ بتاع السؤال بيقول لك ان الاوبريتنج لينس، الاوبريتنج لينس ده مش الاف، الاوبريتنج لينس ده هو الويف لينس، الاوبريتنج ويف لينس ده اللي هو اللاندا. فاذا اللاندا سي 1.3 من 10 من اللاندا. خلي بالنا بقى عشان الحته دي مهمه، دي نقطه مهمه برضو من ضمن النقط اللي ممكن تقع فيها في حل المسائل. لما يجي يقول لك اوبريتنج ويف لينس فهو مش الاف، هو اللاندا، تمام؟ ان هو هيجي يقول لك الكات اوف فريكوانسي، فالكات اوف فريكوانسي بالنسبه له هو اللاندا سي بيساوي 1.3 من 10 من اللاندا. فاذا هيجيب علاقه ما بين الاثنين دول ويجيب الاف سي 1 منها يجيب الاي منها يجيب الدايمتر. طيب زي الفل. المساله اللي بعد كده، المساله اللي بعد كده بيقول لك ان انا عندي دومينانت مود التي اي 1 1 والسكند اللي بعده تي اي 0 1، وقال لك ان في بينهم باندوتس 1 جيجا. فاذا الاثنين يعني اللي هو الكبير بيساوي الصغير اللي هو الدومينانت دايما بيبقى هو الصغير اللي هو الاف سي 1 1 زي ما احنا عارفين، زائد الواحد جيجا. هننزل هنلاقيه بيطلع من المعادله دي مين؟ الاي. طالب هو في المساله الدايمتر، هو طالب ديزاين، تمام؟ فديزاين يعني طلع لي الاي، انا طلعت له الاي، مش محتاج بقى تقول له الدايمتر بتساوي كذا، يعني عادي. فالاي بتساوي كذا، خلاص المساله خلصت. بعد كده قال لك حاجه تانية، قال لك هات لي الاف لور والاف سنتر والاف ابر. جميل جدا. الاف لور والاف سنتر والاف ابر. الاف لور دي اللي هي الاف سي 1 1 اللي هو الكات اوف الصغير، والاف ابر ده الكات اوف الكبير، والسنتر هو اللي في النص. بكل بساطه السؤال السادس، هنا مديك الاف كات اوف، مديك ان الاف كات اوف هنا بقى بيساوي 8 من 10 من الاف. طبعا هو مديك الاف في السؤال ب 10 جيجا، فاذا الاف كات اوف 8 من 10 من الاف يعني 8. الاف كات اوف بتساوي القانون بتاعها الكلام ده البي 1 1 داش دي معطى اللي هو من التيبل، يعني هطلعه من التيبل اللي هو 1.8 من 10، فيطلع معاك ان الاي بيساوي الكلام ده. طيب الاي بيساوي الكلام ده، هو طالب في المساله الدايمتر، فهتقول له ان الدايمتر بيساوي 2 اي بيساوي الكلام ده. بعد كده طالب الاف، قال لك ان الاف بدل ما هي كانت ب 10 بقت ب 15، الاوبريتنج فريكوانسي بقى ب 15، فهات لي المودز. زي ما احنا عارفين وزي ما احنا خدنا قبل كده في الريكتانجلر، هنعمل هنا عندنا طريقتين، اما اننا نحسب الاف سي بالترتيب لكل المودز، تمام،
وبحيث ان هي ما تعديش ال 15، او اننا نحسب البي ان ام، نجيب الان ماكسيمم يعني، ومن خلالها بنجيب الام والان. فعندنا الطريقه الاولانيه اللي هي الطريقه الغشيمه شويه، هنحسب الاف سي لكل المودز بالترتيب كده لحد ما نعدي ال 15. لو عدينا ال 15 يبقى هو مش هيعدي، كل اللي اقل من 15 هيعدي، اقل من 15 جيجا، اقل من الاف ماكسيمم. الطريقه الثانيه بكل بساطه، انا معايا الاف ماكسيمم، منها هجيب البي ان ام ماكسيمم. البي ان ام ماكسيمم طلعت ب 3 علامه 4 5 1 8، هاخد الاقل منها. لو جينا هنا بصينا على الجدول، هي هنا طالعه ب 3 و4 من 10، في هنا حاجه ب 3 و4 من 10، مش هتلاقي الاقل على طول من ال 3 و4 من 10. مين؟ ال 3 علامه 0 1 5 دي. تمام، جميل. تعالى كده، يبقى اذا البي ان ام هتبقى بي ان ام داش بقى 3 علامه 0 1 5. لو كنت لقيتها في الجدول اللي تحت كانت هتبقى بي ان ام بس، لان كانت هتبقى تي ام مود مش تي اي مود. تمام، هنا هتبقى بي ان ام داش 3 علامه 0 5 4. اذا الام والان هيبقوا بكام؟ تيجي تبص على الجدول، الان ب 2 والام ب 1، يبقى الان ب 2 والام ب 1، يبقى انت كده شغال تي اي 2 1. يبقى المودز اللي هيعدوا اللي اقل من كده هو اللي هيعدي، كل اللي اقل من تي اي 2 1. لو انت كده وجيت بصيت على الجدول هتلاقي ان اللي اقل من 3 علامه 0 5 4 هم الواحد علامه 8 4 1، والاثنين علامه 4 0 5 في التي ام. فاذا التي ام 0 1 والتي اي 0 1 والتي اي 1 1 1 قصدي، والتي اي 2 1، دول الثلاثه اللي هيعدوا، الباقي مش هيعدي. ليه؟ لان دول اقل ثلاثه قبل ال 15 جيجا، الباقي هتلاقيه بيعدي ال 15 جيجا. فاذا ثلاثة مود دول هم اللي هيعدوا، دي طريقه ودي طريقه. اللي عايز يعمل بالطريقه دي يعمل، واللي عايز يعمل بالطريقه دي يعمل. وبقيه المسائل دايما برضو هتبقى ماشيه بالطريقتين دول. زي السؤال ده مثلا، هو هنا برضو قال لك في الاول هات لي الدومينت كات اوف، الدومينت كات اوف فريكونسي هتجيبه اللي هو المينيمم فريكونسي. بعد كده قال لك طيب لو الماكسيمم كذا، لو الماكسيمم 8 علامه 7 9 جيجا هرتز، هات لي المودز اللي هيعدوا. اما ان انت تعمل بالطريقه اللي هي الغشيمه شويه، ان انت تجيب الكات اوف فريكوانسي من الاول لحد ما تعدي ال 8 و7 من 10، او ان انت تجيب البي ان ام ماكسيمم تطلع ب 3 علامه 6. ناخد اللي قبلها على طول اللي هي 3 علامه 0 5 4، يطلعوا نفس الثلاثه مودز بتوع المساله اللي فاتت هم اللي هيعدوا، او تحل بالطريقه الثانيه زي ما بقول لك. بعد كده هيطلب منك شويه مجاهيل، اللاندا جي والفي بي والفي جي والزد تي اي، كل ده احنا عارفين بنعوض في قوانين تعويض مباشر، وهكذا بقى مع باقي المودز. طبعا هو في المساله دي هو طالب منك ليله، يعني انت هتعمل الخطوات دي كده مع الثلاثه مودز دول، ده وده وده. انا هنا عاملها مره واحده بس مع التي اي 1 1، انت هتعملها مره كمان مع التي اي 0 1، ومره كمان مع التي اي 2 1. مساله رقم 8، هنا برضو بيتعامل مع ال 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 الكومبوننت بقى اللي هو الاتش الالكتريك كومبوننتس والماجنتيك كومبوننتس. فبنفس الطريقه اللي احنا كنا بنحل فيها في الريكتانجلر ويف جايد، احنا بنكتب القانون اللي موجود في الفورمولا وبنقارن ما بين الاثنين، بنطلع الان وبنطلع الام. تمام، طبعا احنا عرفنا الان والام من المقارنه. طب عرفنا هو تي اي ازاي؟ انت هتعرف ان هو تي اي لما تشوف ان الاتش زد جي، مفيش جي داش. لو كانت جي داش كانت هتبقى تي اي. طب هتعرف ازاي؟ هتيجي على الفورمولا شيت وتيجي على الاتش زد، تبص على الاتش زد هنا هتلاقي فوقها جي، تبص على الاتش زد هنا هتلاقي فوقيها جي داش، اتش زد الناحيه الثانيه تي ام اصلا بزيرو، اتش زد بزيرو. تمام، فبما ان الاتش زد ليها قيمه يبقى انا كده شغال ايه؟ يبقى انا كده شغال التي اي اصلا، يعني من غير بقى لا جي ولا دي ولا جي داش. فبما ان الاتش زد ليها قيمه والاي زد هي اللي بزيرو، يبقى انا شغال ترانسفيرس الكتريك تي اي مود. او ان انت تشوف بقى الجي والجي داش، حوار الجي والجي داش ده. تمام، تمام، لو هو طبعا مديك مركبه تانية غير الاتش زد، يعني ممكن يديك الاتش واي، كنت هتعرف ازاي؟ كنت هتيجي هنا على الفورمولا شيت
وتبص على الاتش واي، مش واي بقى، الاتش فاي، هتبص على الاتش فاي هتلاقي هنا جي ان، وهتلاقي الاتش فاي الناحية التانية جي ان داش. فهتشوف بقى هو مديالك في المسألة جي ان بس ولا جي ان داش، وتحدد من خلالها انت انهي مود في الاتنين دول، والام والان طبعا بتطلعها بالمقارنة، وهكذا حل المسألة بتاعته، عوض في القوانين، طلع اللي هو عايزه ده برضو تعويض مباشر، مفيش أي حاجة. المسألة دي برضو نفس النظام، هو هنا بقى مديك ايه بقى، زي ما انا كنت بقول لك من شوية، مديك الاتش رو. هتيجي هنا تبص هتلاقي ان الاتش رو هنا فيها جي ان داش، والاتش رو هنا فيها جي ان بس. طب هو مديك في المسألة اللي هو مديها لك في المسألة جي ان داش ولا ان بس داش؟ يبقى هنيجي هنا نبص اللي فيها داش مين؟ الرو بتاعت الاتي اي. يبقى انا هنا شغال ترانسفيرس الكتريك، يبقى انا هنا شغال ترانسفيرس الكتريك. الان بكام؟ بالمقارنه هتطلع الان ب2، وكذلك من الكي سي هتطلع الام، يبقى الان ب2 والام ب1، يبقى انت شغال تي اي 2 1. عايز الفيس، الفيس كونستانت اللي هو البيتا، يعني كي سكوير ماينس كي سي سكوير على طول. بعد كده هتحتاج تجيب الاف سي، لان انت هتستخدم الاف سي ده عشان تجيب الانترنسك امبيدنس اللي هي الزد، يعني تعوض في المقام ده اف سي على اف، تمام، هتجيب الزد. بعد كده قال لك الاف سي بتاعت النكست تو اوبريشن مودز هتجيبهم برضو عادي جدا بتعويض مباشر. اخر مسألة عندنا مديك برضو بيقول لك فايند الاف سي بتاع الفيرست تو اوبريشن مودز، مساله مباشره جدا ما فيهاش اي حاجه. بيقول لك كالكوليت ذا اوفرال الاوفرول لوس بالدي بي. بكل بساطه هو عايز الاوفرول لوس، فانا هجيب له الالفا، احسب له الالفا، تمام. الالفا ده بقى بيبقى نيبر بيرمتر، تمام، جميل جدا. انا حسبت الالفا، حسبت الالفا ازاي؟ ان انا احسب الالفا سي واحسب الالفا دي زي ما كنا بنعمل في المسائل بتاعت ريكتانجلر. القانون بتاعها فين؟ القانون بتاعها في الفورمولا، استخدم القانونين دول، الالفا سي و الالفا دي. الالفا دي تحت اهي، هي دي. هتستخدم القوانين بتاعت الالفا سي والالفا دي، تجمعهم على بعض تجيب الالفا، خلاص انت كده جبت الالفا. الالفا دي نيبر بير متر، هو بقى بيقول لك افتر 30 سنتي، عايز يحسب اللوس بعد 30 سنتي. هتاخد الكلام ده لان هو نيبر بير متر، ده كده يعني ده كده اللوس في المتر الواحد، هتضربه في 30 في 10 اس سالب 2، ديك الكلام ده بالنيبر. فانت لو خدت اللي هو علامه 225 ده ضربته في 10 اس سالب 2 في 30 هيديك كام؟ هيديك علامه 0.675. علامه 0.675 ده كده بايه؟ بالنبر. طيب الكلام ده بالنبر عايز احوله للديسيبل، ليه؟ لان هو طالب في المساله ان هو عايز اللوس بالديسيبل. احنا عارفين عشان نحول من النبر للديسيبل بنعمل ايه، هو بيقول لك ان ديسيبل، تمام. عشان نحول من النبر للديسيبل بنعمل ايه؟ بنيجي قايلين له 20 لوج اي اس القيمه بتاعت الالفا، فهتبقى 20 لوج اي اس علامه 0.6 دي اللي هي الكلام ده في 30 في 10 اس سالب 2، هتطلع لك بعلامه 5.86 ديسيبل. جميل جدا كده بقى، احنا خلصنا الحمد لله الويف جايدز. ده كان اخر مساله في اخر شيت السلندريك الويف جايد، والحمد لله كده خلصنا الويف جايد. واهم حاجه بس تبقوا فاهمين اول سيشن، تمام، اللي احنا بنقول فيه الكونسبتس اللي احنا بنشتغل عليها. وبرده اهم حاجه تبقوا حلين جميع الشيتات، لان غالبا الدكتور بيركز في الامتحانات على المسائل اللي في الشيتات في كل المنهج بقى، مش بس في الويف جايد يعني. وطبعا احنا عملنا كل ده عشان نبقى فاهمين المسائل بتتحل ازاي، مش نبقى حافظين وخلاص. فنركز احنا بنحل المساله ازاي، لو مساله ليها اكتر من طريقه نبقى عارفين الطرق التانيه، فاهمين الطريقه اللي احنا هنبقى بنحل بيها في الامتحان، او الحاجه الاسرع اللي احنا هنوصل بيها اسرع في الامتحان، عشان لما تيجي المساله دي نبقى عارفين احنا هنحلها ازاي. وبس كده، احنا كده الحمد لله خلصنا، وربنا يوفقكم ان شاء الله في الامتحانات.
علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم زادكم علما.